طبق كبير، متوسط أو صغير. بالتأكيد اشتقتم إلى هذا التحدي. لا تحزنوا، الآن أبطال مالتيدو سيخوضون التحدي، سيكون ممتعاً. واو، لعبة الفرقعة بوب إيت، إنها لطيفة جداً. أحب أن ألعب بها. لا أصدق عيني، أنا لم أرى قط هذه اللعبة الكبيرة. لا تنظروا إليها، إنها ملكي. لا أستطيع الانتظار للضغط على هذه الأزرار. هذا جيد جدا. لا أستطيع التوقف. أعتقد أنني سأغفو الآن. يبدو أن أليس قد استرخت كثيرا. انظري إلى جبهتك. أولا، يا لها من حبة ضخمة. لا تقلقي، سوف يمر الأمر، لكن سيكون لدي وقت للعب الآن. لماذا لا يتم الضغط على الأزرار؟ أوه، هناك الكثير من الحلوى. أتمنى أن أحصل عليهم. لكنهم لي. لذيذ جدا. الآن حان وقت اللعب. إذن أنت انتهيت، حان دوري الآن. هناك الكثير من الأزرار، علي الضغط على كل شيء. لا أستطيع التوقف. يبدو أن النار على وشك أن تبدأ. ليس هذا، لقد ذابت. لا تبدو جيدة أبدا. أين حصتي؟ لحسن الحظ أنا في مكانه. أنا أيضا، لكن إنه أمر مؤسف أنه صغير جدا. يبدو أن أندي لم يحالف الحظ. ماري توقفي عن الضحك، الآن سأنتقم منك. لقد كسرت شريحتي. حسنا، لا مشكلة، سأكلها على أي حال. هذا الفتات لذيذ جدا. انتهيت، انظر لقد فعلتها. الآن أنا. يا لها من علبة كبيرة، فقط انظروا. يا لها من رقائق شيبس مقرمشة. أريد المزيد والمزيد. من المستحيل التوقف. يبدو أن أليس أحبت الطعم. شريحة الشيبس الأخيرة عالقة في الأسفل. أعرف كيف أحصل عليها. هذا أفضل. أحسنت، لكن ماذا علي أن أفعل؟ أوه، هنا يأتي طعام أندي. لكن أين هو نفسه؟ أنا هنا. كم يوجد شيبس هنا؟ أنت محظوظ حقا. حان الوقت لتجربته. شارك معنا. لا. بخيل. لدي فكرة. أندي، استعد لسقوط جيد. تستحق ذلك. كل الشيبس لنا الآن. كيك، أنا أحب الكعك. واو، أليس، يا لها من حصة كبيرة. أنا أحب ذلك تماما. كعكتي كبيرة جدا. لماذا الحياة غير عادلة؟ وأنا حصلت على هذا الصغير. خاسرة. مضحك للغاية. حسنا، هذه الكعكة تبدو جيدة. كريمة لذيذة. وهذا البسكويت لطيف جداً.
أنت مضحكة جدا يا ماري. على الرغم لا، هذا ليس ما أريد أن أقوله. تمنوا لي شهية طيبة. أنت تأكلين مثل الخنزير. وماذا في ذلك؟ إنه لذيذ جدا. لماذا تضحكون مرة أخرى؟ لقد لطخت وجهك بأكمله. الآن سوف أكل كل شيء. الآن أنت عندي. من أي جانب سأقترب منه؟ إذن الكريمة اللذيذة حقا. هناك أيضا حلوى. أنا أحب ذلك. وهذه واحدة أخرى. أنا أسقط. أنت أخرق جدا. الآن يمكنني أخذ هذه الكعكة. سأبدأ من الأعلى. مذهل. حلمت بذلك. شهي. ماذا تفعلين يا ماري؟ قفي. لقد أكلت كعكتي. لا آسفة، لم أستطع إيقاف نفسي. حسناً، لم يتبقى لي سوى البسكويت. ليس سيئاً، لكن من الواضح ليس كافياً. أنا متأكدة من أن هذه الكعكة ستكون بالتأكيد كافية بالنسبة لي. طعم إلهي. كم أريد أن أجربها. أندي لا تأمل حتى، سوف أكل حتى آخر فتات. يا لها من شهية. هناك القليل فقط هنا. لا أريد ذلك. لم أكن أعلم أنك بمثل هذه الشراهة. فقط انظري إلى بطنها، تبدو مثل الكرة. واو علكة. لدي حصة كبيرة. على الرغم من أن ماري لديها الكثير. نعم أنا محظوظة، لست مثلك. حسنا لنبدأ. أنا الأول. أنا متأكد من أن هذه العلكة ستسعدني بطعم ممتاز. حسناً كيف؟ لذيذ جداً. انتهت. لماذا قليل؟ Are you ready؟ حسناً، سأحاول نفخ فقاعة. يا له من انفجار. أنت مغطى بالعلكة الآن. يا لك من قذر ومتسخ. توقفوا عن الضحك، من الأفضل أن تأكلي. هذه ليست فكرة سيئة. أنا متأكدة من أنني سأحبه. هيا جربيه بالفعل. رائع. الآن فقاعة. حان وقت الانتقام من السخرية. لقد اتسخت مرة أخرى. مقزز. حسناً، لقد دمرت علكتي. لا تقترب مني يا أندي. هكذا؟ هذا الأنبوب ليس من السهل فتحه. شدي يا ماري. أنا أعرف ما يجب القيام به. أحتاج إلى أن أمسك الغطاء بقدمي. نجحت. ممتاز، يبقى فقط التجريب. لكن هذا ليس سهلا كما اعتقدت. هيا اضغط للخارج. لذيذ، لكنه ليس كافيا، احتاج الى الدفع بشكل اكثر. من الواضح انها افرطت في ذلك. أنا بخير.
أوه العلكة مذهل. ماذا يمكن أن يكون أكثر تسلية من فيديو مالتي دو؟ فقط لقطات غير ناجحة من التصوير سوف نشاركها الآن. مشاهدة سعيدة.